محمد مهدي. لابد ايقاف، لابد من ايقاف. على المستوى الجماعي منتخبنا ولا افضل. بالفعل كلام واضح، هي كرة القدم عبارة عن مواجهات واحد ضد واحد. أتمنى الرحمن الرحيم أيها الأحبة الرياضيين متابعي قنوات الكأس، سينما المنتخب اليمني اللعبة في العمق عن طريق حمزة محروس، التمريرة خطيرة خطيرة لكن حارس البطل ممتاز. صارت أخطر لليمن، صارت أخطر لليمن، صارت أخطر لليمن من الناحية. خطيرة 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 لكن عدت خطورتها، تخلصت راحت إلى ضربة مرمى. المنتخب اليمني يلعب في أرضية الملعب صراحة، وايضا الوقت الماضي من يتواجد صاحب الرقم 7 محمد احمد مهدي. راسيه مره اخرى، خطوره يمنيه من جديد عن طريق محمد احمد، التصويب لكن حارس المرمى، حارس المرمى عبد الله محمد حاضر في اللعبه الماضيه. خطير خطير هذا صاحب الرقم 7 محمد احمد مهدي. لابد ايقاف، لابد من ايقاف. شوف تغطيه لكن الخطا ربما، الخطا ربما. وعيسى النجار، عيسى النجار وتعود مره اخرى، هي خطيره. تصويب سالم حن على كره راشد، تعود للمنتخب اليمني.